يتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار محاربة المضاربة بمختلف أشكالها من قبل أفرادنا بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية سطيف بمعية أعوان مصالح مديرية التجارة، سمحت بحجز ما يعادل 9 أطنان من مادة السكر المدعمة التي كانت مخزنة بأحد المرائب ملك لمصنع مادة شوكولاتة بسطيف، عملية تضاف إلى جهود أفراد الشرطة الرامية إلى كبح ظاهرة المضاربة بشتى أنواعها التي مست بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمدعمة من قبل الدولة، لتبقى تدخلات أفرادنا تقتصر على المضاربين من التجار غير النزهاء الذين لا يلتزمون بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.